والشيطان يستغل خصلة سيئة في الإنسان وهي العجلة. خلق الإنسان، قال الله عز وجل كان الإنسان عجولا، وخلق الإنسان من عجل. فالشيطان حريص غاية الحرص استغلال العجلة، حتى وفيما نحن بصدده قد يضطر، قد الزوج مع العجلة وعدم ضبط النفس يترفض بما لا يسر، بل قد يقع في الطلاق الذي هو أبغض الحلال، الذي هو من أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله أن العرب كانت تقول العجلة أم الندامات، وصدق. فكم من إنسان في حال عجلة يتلفظ بشيء لو كان مترويا لم يتلفظ به. الأمر الذي يلي هذا، من رأى من زوجه شيئا يكرهه فليصبر وليحتسب، وقد يجعل الله في هذه الزوجة من الخير ما لا يخطر له ببال، كما قال الله عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يجعل المودة أكثر في المستقبل، وقد تكون سببا لأولاد يفلحون في دينهم ودنياهم. فلذا إذا رأى ما يكره فلا يستعجل، بل قد يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم أنبه الأمر، كثير من الأزواج في أول زواجه لا سيما عند التعدد، في أول زواجه لا يحصل له الأنس الذي يتوقعه. هذا ليس كل أحدك، يحصل لكثيرين، والشيطان حريص على أن ينغص حياته حتى لا تتم. فتجد المسكين يصبر أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين، ثم يجد أنه قد ضحى وتعب ولم يحصل له المراد الذي يريده فيستعجل ويطلق. هذا من الغلط. كم من خلق لم يسعدوا في أول حياتهم ثم أنسوا بعد ذلك. وعندنا مثل عامة مثلا، لا تسأل عريس عن زواجه حتى يحول عليه الحول، أي حتى يمضي عليه سنة. فلذلك ينبغي ألا يستعجل، فما أكثر الطلاق الذي يحصل لاستعجال الزوج أو الزوج.